دلوقتي احنا في المطار عشان نستعد نروح ابو ظبي. دلوقتي حان دخول الطيارة، حان موعد دخول الطيارة. خلاص استلمنا الحاجة وخارجين من مطار أبو ظبي. وصلنا الفندق والناس رحبت بينا، خلونا نروح للاستاد. مدرب مساعد مارسيل كولر كان موجود في المدرجات خلال مباراة بيراميدز وفيوتشر. عمر كمال عبد الواحد غاب عن مواجهه بيراميدز لانه عنده اصابه، ورغم ده فضل واقف ومساند الفريق لحد اخر ثانيه. خلي بالك ان دي المباراه الاخيره لعمر كمال قبل انتقاله الى صفوف الاهلي. بعد مباراة ماراثونية في ضربات الترجيح قدر نادي فيوتشر يحسم تأهله لنهائي كأس السوبر على حساب بيراميدز. بعد نهاية المباراة وفي لقطة غريبة جدا مدرب فيوتشر وقف المؤتمر الصحفي وقال ان جاله اتصال هاتفي من مورينيو. الفكرة ان تقريبا مورينيو ما كانش بيكلمه في المباراة، كان بيكلمه في حاجة شخصية. بعد نهاية مثيرة للمباراة الاولى موعدنا مع المباراة التانية.
الشناوي بعد تعرضه للإصابة في المرة الأولى حاول إن هو يكمل المباراة، وفضل يتألم فترة مثلا من 3 لـ4 دقايق، وكان كل شوية يبص بره عشان يتأكد إن مصطفى شوبير بيتمرن كويس قبل نزوله كبديل له. بعد مباراة كانت هتنتهي بالتعادل السلبي ونتجه لضربات الترجيح، قدر إمام عاشور بمهارة فردية إنه يروغ لاعب واتنين عشان يسجل هدف الأهلي الوحيد في اللقاء، هدف منح الأهلي تأهل إلى نهائي كأس السوبر، هدف قرب جدا الأهلي من لقبه الـ14 في السوبر. بعيدا بقى عن الهدف، عايزك تركز معايا في الـ3 دقايق اللي بعد الهدف ده. بص، إمام عاشور أصلا كان حاسس إن هو مش قادر ياخد نفسه، ورغم ده بيأدي بشكل عظيم في الثواني الأخيرة، كان كل شوية يقف ياخد نفسه بيقول لهم أنا مش قادر أنا مش قادر، وأول ما تجيله الكرة بيتصرف فيها تصرفات غريبة جدا 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 من لاعب كبير جدا جدا جدا. يمكن دي أهم دقايق في تاريخ إمام عاشور كله، هسيبك تستمتع بيها. Yeah.
انتهى اليوم بفوز اهلاوي في الثواني الاخيره لامام عاشور.